بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جيتكم أحبابي اليوم بفكرة إبداعية استوحيتها من حكايات وقصص الأطفال، بيت الحلوى. اليوم حنسوي بيت للحلوى، لكن بيتنا سوف يمتلئ بالكثير من الحلويات والفرح والأمان، ليس كبيت الحلوى الذي تصنعه الساحرات في القصص والحكايات التي قرأناها. تصنع أيدي طيبة، نفوس طيبة. أيضا هذه الفكرة حبايبي مناسبة للأعياد، مناسبة لمناسبات كمان حفلات النجاح الخاصة بالأطفال. هتكون مرة فكرة حلوة بإذن الله، وفكرة سهلة وفكرة جديدة. أنا يعني ما قد شفتها عند أحد، زي ما أقول لكم إني استوحيتها من حكايات الأطفال. طيب إيش هنحتاج؟ هنحتاج هنا لصندوق هدايا باللون اللي انتو تبغوه من الكرتون. عندنا طبعا كل البيوت ما شاء الله بتشتري حلويات، شوفوا هذه كراتين الحلويات إيش حسوي فيها. شوفوا عندي الكثير من كراتين الحلويات، إيش حسوي فيها؟ حمسك أقصقص الصور اللي عليها. خلاص حبايبي، هحتاج طبعا للكرتون ايضا عشان اكمل على الصندوق هذا. ابغاه على شكل كوخ. قبل كده طبعا شفنا كيف نسوي الكوخ في فيديوهات سابقه، زي ايش؟ زي شتاء بالمكسرات. يا ريت ترجعوا له. خلاص حبايبي، هحتاج لغير مسدس ايضا. تعالوا نبدا على طول. طيب يا حبايبي، اول شيء هنبدا بالكرتون هذا، ابغاه على شكل كوخ. قصيت هنا مثلثين زي ما احنا شايفين كده، ومثلث حيكون كده، مثلث حيكون كده علشان نسويه على شكل كوخ. خلاص حبايبي، كيف ناخذ المقاسات؟ هنا ارتفاع، ارتفاع اللي انتو تبغوه. بالنسبة لهذه الجهة حتكون قد الغطا. خلاص حبايبي، لو زاد ممكن تزيد شوية، بس اهم شيء انها ما تنقص. خلاص، والجهة المقابلة حتكون زيه نفس الشيء. خلاص حبايبي، هنا حبدأ كده ألصق. شوفوا، يكون غير المسدس عندك كده حامي علشان يمسك معانا. خلاص، أنا كنت بختصر والله دي الفكرة، بس قلت يمكن بعضهم يكونوا جدد لسه، مع إني سويتها قبل كده مرتين. خلاص حبايبي، سويتها لأفكار للشتاء، بكوخ شتوي وكمان شتاء بالمكسرات. خلاص حبايبي، حلصت كمان المثلث الثاني، الجهة الثانية نفس الشيء. بس كده جدا يعني عمل سهل، بإذن الله يكون كمان حلو يعجبكم. شوفوا لو زاد شوية معليش، لكن أهم شيء إنه ما ينقص. طيب شوفوا حبايبي، بعد ما لصقت القطعتين هذول نبغى نسوي السقف زي كده. شوفوا كيف ناخذ السقف. حسوي هذا الضلع يكون اطول من ضلع المثلث. خلاص حبايبي، يكون اطول منه علشان ينزل كده. خلاص كده، ومن هنا حتكون مساوي لهذه المسافه او ازيد منها شويه. خلاص يا حبايبي، فهمنا كده. اول شيء حلصق القطعتين دول مع بعض زي ما احنا شايفين كده، لصقهم بعدين اثبت هذا المثلثين كده، اثبتهم مع بعض. خلاص، اثبت عديل القطعتين. يلا، انا طبعا خليت هنا مساحه، غلفتها بالكرتون بالورق البني المقوى. حاجه هنا ايش اسوي؟ اغرب هذا الشكل عشان يطلع الشغل نظيف. خلاص تعالوا نشوف كده. أنا بدي والله العظيم دائما يعني إيش، أبغى أختصر لكم الوقت وبرضو ما تطلع الفيديوهات كده. سبحان الله، تطلع الفيديوهات إيش طويلة برضها. هنا غر، هنا حاول نختصر بالوقت، مفيش فايدة برضو. كمان الشغل قدامي كده يا حبايبي. بعد ما سويت السقف خلاص، هنبدأ نشتغل عليه، نركب هذه الأشياء اللي قصيتها
على علب الحلويات والبسكوتات. خلاص حبايبي شوفوا، نبدأ دحين ننسقها كده على السقف. شوفوا طبعا أنا لي والله شهور بأجمع في هذه الفكرة يا حبايبي، بس إن شاء الله تكون فكرة حلوة بإذن الله تستحق التعب اللي دقته. شوفوا حبدي أنسق على حسب المسقات اللي عندكم يا حبايبي. أنا بعدين أطرها بإذن الله، بس دحين أسوي كذا. شوفوا حاول أسوي الجهتين من السقف، حاول إني أسويهم زي بعض. حطيت هنا الصوص رول بالفراولة، شكل جدا جميل. ده ثلاثة في هذه الجهة. شوفوا حط هنا كمان ايش، هنا حط هنا كب كيك صوص رول برضو بالشوكولاتة. شوفوا كده حاول اسوي الجهتين زي بعض. بس حبايبي على حسب الاشياء اللي موجودة عندكم انتو، الصور اللي موجودة عندكم كده. ممكن احط هنا ايش كمان، هنا احط هنا هذا الشيء. والله ماني داري هي كده، هي كده الظاهر انها كده. اختار ونلصق حاجات حلوة طبعا. ماشي الغرض من هذه الفكرة يعني زيادة استهلاك الحلويات، لا يا احبابي هذه للمناسبات فقط. لازم اقول لكم كده للمناسبات فقط. ممكن احط هنا، ممكن احط معمول. طيب احط هنا كب كيك ايضا. حرقتني بعد شوي عن الاطراف، نسيت ابعد هنا عشان ممكن بعدين اطرها. شوف اطر الشيء هذا، كان هنا احط معمول. ابغى اسوي الجهه الثانيه احبابي كمان، احاول اسويها زي الجهه الاولى. خلاص يلا انتم انتظروني اسوي دي الجهه نفس الشيء وارجع لكم باذن الله. شوفوا حبايبي السقف بعد ما نسقته من الجهتين، حاولت اني اسويهم نفس الاشياء طبعا حسب المنسقات اللي عندي. دحين ابغى اسوي الواجهه. خلاص حبايبي قدر الامكان بعدين الفراغات باذن الله ممكن نشوف كيف نتصرف فيها. شوفوا نحاول قد ما نقدر اختار ملصقات مناسبة. طبعا انا مختارة كده حجم وسط حبايبي، حجم وسط، ما هو يعني مرة كبير ولا هو صغير، علشان ايه تعملوا حسابكم تحتاجوا الملصقات، ملصقات يعني عدد كبير. ممكن احط هنا كمان فراولة. حاول الألوان تكون يعني تكون متناسبة، ما تكون كلها غامق أو كلها فاتح عشان بعض زي كده. كنت أحط هذه كمان هنا كده. يبغالها تفكير بس شيء جديد، يعني زي ما اقول لكم ان ما مو تشجيع على تناول المزيد من الحلويات، لا بس والله طريقة جديدة في التقديم، بس هو ده لنسعد الاطفال يا حبايبي. خلاص يعني نحاول اننا نفرحهم، نجحوا وتعبوا وذاكروا، فهمتوا كيف؟ فقط هذا هو الغرض، وليس الغرض يعني ايش اننا
يزود استهلاك الحلويات. حبايبي شوفوا، سوينا السقف وسوينا الواجهة. الحين أبدأ أشتغل نفس الكرتون هذا حبايبي، نبدأ نشتغله. تعالوا نشوف كده، أركب عليه هنا. شوف ممكن أحط هذه القطعة كده يعني سريعا، بس أوريكم جهة بإذن الله. بعدين زي ما أقول لكم إنه كل واحد ينسق على حسب الصور الموجودة عنده. بس حبايبي في فكرة تانية طبعا، اننا ممكن ايش نحط نفس الحلويات، نفس الحلويات حقيقية مو صور، بس هذه الفكرة ان شاء الله مرة تانية ننفذها باذن الله. مثلا نحط فراولة كده، نحط الصوص رول فراولة عشان لا تكون كل الاشياء غامقة معانا كده. نحط فوقها ايضا. خلاص حبايبي نعرف ايش ممكن نفك موضوع للحوار، حوار انكم ما بتحطوا لايكات ولا بتحطوا لحظات ولا يعني من عارف ايش اقول لكم. شوفوا نحط هنا او هذه الصورة اللي لا هذه الحين طلعت كبيرة، خلاص احط الصورة دي يا حبايبي. اسوي نفس الجهات الباقية، حاول نسويها نفس الشيء جعلكم بإذن الله. طيب شوفوا يا اخوات، بعد ما نسقنا كامل الكوخ، شوفوا كيف من الجوانب ما عدا طبعا الظهر ما سويته. شوفوا كده ان شاء الله يعني حاولت ايش نسقها ترسها بالحلويات. شوفوا يا حبايبي هنا لازم نحط للكوخ باب ونوافذ. راح نبدأ نحطه، سويته من الورق الملون طبعا اختصارا كده للوقت. اجي احطه في المنتصف تقريبا، احاول انه يكون في المنتصف. بس حبايبي ايش رايكم في الفكرة؟ يا رب تكون عجبتكم. بس ايش منكم تعليقات لو عجبتكم او ما عجبتكم. هنا احط النوافذ قدر الامكان في المنتصف كده. بس حبايبي النوافذ شكلها شوية صغيرة، مش عارفة تبان في وسط الشوكولاتات هذه ولا لا. هنا النافذة النافذة الأخرى أيضا طبعا حنملاها بالشوكولاتة حلويات. عندكم حلويات العيد أكيد كده. إيش رأيكم في ده العمل؟ تعالوا نملاها بالشوكولاتات. هنا بدي أقول لكم كمان إني أطرت هنا يا حبايبي بالكوكيز السطح. شوفوا سويت له إطار كده بالكوكيز، شو رأيكم في الفكرة؟ هذه هي فكرتنا بعد ما انتهينا منها. شوفي حبايبي حطيت سويت كده دوائر من الألوان زي ما انتم شايفين، حطيتها في على الأطراف السقف من الناحيتين، تبان زي حلاوة الأزارير تعرفوها. رب تكون فكرة اليوم عجبتكم. طبعا يا حبايبي شوفوا كده، طبعا الكرتون اتفتح. شوفوا حطيت فيها ملذ وطاب من الحلويات. يا رب تكون فكرة اليوم عجبتكم، استمتعتم بيها. ايش رايكم في هذه الفكرة يا حبايبي؟ يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اذا كانت عجبتكم، اذا كان لا يا ريت تعطونا ملاحظاتكم. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.